الأهلي يتقدم على الترجي 1-0 في الشوط الأول بهدف رائع لحسين الشحات ويؤكد تفوقه مرة أخرى وجدارته بالوصول للمباراة النهائية. المباراة لم تنتهي بعد، ولكن الأهلي في الفاينل بنسبة 99.9. كابتن أسامة، تقدم منطقي. تقدم منطقي. يمكن قلنا الكلام ده من عايز بس أكد على حاجة كابتن أسامة بعد إذنك. يمكن إحنا وإحنا بنقول التشكيل حتى الجماعة اللي في الملعب، فريق الترجي عمل تغيير في التشكيل في آخر لحظة، إن لعب أنيس البدري في نص الملعب على حساب معتز، معتز ما بيلعبش، ولعب أنيس البدري من بداية المباراة. اتفضل كابتن أسامة. يعني قلنا الكلام ده منطقي، وقلنا النتيجة كبيرة هناك في الترجي. أقصى حاجة طموح السعيدي مع فرقة الترجي إنه يحسنوا الصورة اللي معروفة عن الترجي في إفريقيا وفي الوطن العربي. لكن ما اعتقدش انه بالظروف اللي بيمروا بيها وبالعناصر الفرقه دي ان هم صعب عليهم قوي يكسبوا النادي الاهلي هنا ويعوضوا او يرجعوا والنتيجه هناك 3-0. وقلنا النادي الاهلي هيهاجم من البدايه، وده اللي حصل فعلا. ترجي بيلعب بتلتين ملعب تقريبا، بيلعب بتحفظ، الوهابي جنب فوسيني كوليبالو اتنين ارتكاز، وبين رمضان هو اللي ورا بن حمودة، وعلى الطرف العرفاوي وأنيس البدري. لكن مفيش خطورة كبيرة، هي خطورة الترجي الوحيدة من الضربات الثابتة، يمكن جالهم حوالي 4 ركنية وغالبيتهم جايين من الناحية الشمال، لكن حتى ما استغلوهاش. لكن النادي الأهلي هو اللي بيهاجم، هو اللي مكثف هجومه، رغم إيقاع اللعب مش ايقاع سريع جدا. الاهلي برضو نتيجه 3-0. ما انا بقول لك النادي الاهلي 3-0، مطمئن للنتيجه، بيلعب اب جديه، ولكن مش مخلي الريتم، مش يعني حتى لو المباراه مشيت بهذا الريتم وانت خلصت، خلاص انت وصلت بدون اصابات، بدون الخوف ان حد ياخد انذارات الناس اللي عندها، بالذات حمدي فتحي عنده انذار تاني عشان المباراه اللي جايه الاولى في النهائي، هو ده المحافظة عليها. فأنت يعني مش مطالب إنك أنت تكسب 3-4 وتسرع الريتم قوي بتاع، أنت بتلعب بريتم عادي وهم مستريحين للريتم ده، يعني الترجي مساعدك على الموضوع ده. صحيح. فأنت بتتناقل الكورة ووصلت وجبت جون جميل، تمرير البيرسي تاو للشحات، قدر من وضعية صعبة رغم الاستلام صعب، لكن حطها بشكل كويس. صحيح. ف يعني نتيجة منطقية، وأنا شايف الأهلي خلاص في اتجاهه للمباراة النهائية ان شاء الله. ان شاء الله كابتن هاني، تقدم مستحق للنادي الاهلي الشوط الاول، وواضح ان الترجي عايز يطلع بقلل الخسائر. ده اللي اتكلمنا عليه، يعني النادي الاهلي بدايه في الماتش كان لعب برضو ضغط عالي شويه، واللي ساعد كمان على الموضوع ان كمان فرقه الترجي بتلعب بالهاي ديفنس، يعني بيلعبوا دفاع متقدم. الدفاع المتقدم احنا استغلناه بشكل كويس قوي، وكنا ممكن نستغله لو شايفين الكلام ده. يعني الكوره اللي اتلعبت ورا الديفنس لحسين، الانفراد اللي حصل وجي منه الهدف، اعتقد ده لازم يتشاف. لو استمر الترجي على هذا المنوال بيلعب ضغط عالي او بيلعب دفاع متقدم، هتلاقي مساحات وراها خط الظهر كتير جدا، الكرات الطوليه، وخاصه ما عندهمش سرعات. يعني صح. انت ممكن تلعب ضغط او بتلعب دفاع متقدم لو عندك اتنين سرد باكين او باكين عندهم سرعات عشان يغطوا المساحه الفاضيه، لكن هم يعني حاولوا بقدر الامكان ان هم يقربوا المسافات ما بين الخطوط وعملوها بشكل كويس. لكن بس اي كره طوليه بتتضرب، هو ده الديفو. مظبوط. الديفو اللي عندهم، انه عندهم لو اي كره مثلا بيرسي تاو اللي كان فيها شك انها تكون ضربه جزاء، كره الهدف، كره كهربا، صح. كل دوت جاي من ان هم بيلعبوا على خط واحد ودفاع متقدم، فالكوره بتوصل وعندهمش سرعات، فاحنا بنسبب مشاكل. صحيح. اكيد المباراه انا في اعتقادي خلاص الماتش انتهى بشكل كلينيكيا. كبير. المطلوب بقى في الفتره اللي جايه او الشوط الثاني ايه من النادي الاهلي؟ الريتم، يحافظ على الريتم دوت، احنا مش عايزين اصابات، يبعد شويه عن الاحتكاكات. لو عندك فرصه تجيب هدف واثنين ليه لا؟ لان ده برضو انك تكسب مباراتين بعدد من الاهداف. صح. كبير، ده بيسمع رسالة. جدا. مزبوط. وبيدي ثقه للجماهير وبيدي ثقه للعيبه. اتمنى ان احنا نلعب شباك نظيفه ما يجيش فينا جون، ده كمان مهم جدا. كمان على المستوى الفني هنشوف اكيد تغييرات، يعني ممكن نشوف القندوسي، ممكن نشوف محمد شريف، ممكن نشوف خالد
عبد الفتاح، يعني في بعض العناصر اللي ممكن انت تفضل راحت بعض العناصر في الاساسيه. يعني بعد ربع ساعه لو المباراه ماشيه بهذا المنوال اعتقد حمدي فتحي برضو مطالب ان هو يخرج، يعني خايفين من الاحتكاكات وايا كانت الحسابات بالنسبه لكولر من الامان انه ممكن جدا يكون حمدي فتحي، والمباراه مش مستاهله الحقيقه ان احنا نعمل مجازفه كبيره. الريتم نمشي بالريتم اللي احنا على قد المباراه بشكل او باخر يعني، لكن الهدف كمان يعني خلاص انهى الموضوع نهائيا وتماما. المطلوب ان شاء الله الشوط الثاني زي ما بقول لك ان احنا يبقى فيه شويه ريتم اسرع شويه علشان انت كمان يبقى شكلك كويس يعني. هم بيعتمدوا على الكرات الثابته بشكل كبير جدا، بيعتمدوا على بن رمضان افضل لعيب فيهم الحقيقه، بيلعب ادوار كتيره جدا، بيلعب وسط ملعب مهاجم وبيلعب راس حربه تاني، هو اللي ممكن يشكل شويه خطوره. ولكن هم حلولهم كرة ثابتة بس. يعني حتى الآن شفنا يعني هم ما حاولوش بشكل كبير ان هم كرة بينية او بيطلعوا مثلا بكروس عرضي من الباكين، لا هم كل خطورتهم الكرات العرضية سواء ضربة حرة مباشرة خارج ال 18 او ضربة ركنية، فبيستغلوا اطوالهم انه ممكن يعملوا عندنا بعض المشاكل، لكن غير كده اعتقد ان احنا مسيطرين على الماتش بشكل كويس ولعبنا على قد المباراه والحمد لله جبنا جون، فالامور كمان اتسهلت بشكل كبير جدا. صحيح. كابتن عادل، يمكن ملخص الشوط الاول تفوق النادي الاهلي، والنادي الترجي لا يبحث عن العوده، المباراه انتهت اكلينيكيا. ايه مقتنع؟ لا اكيد، بس احنا خلينا نتكلم في المباراه. الوقت ال 45 دقيقه القادمين المفترض انك لازم يكون ليك سيناريو مهم جدا. اول حاجه تحضيرك للقادم، تعديتك من المباراه انك تكمل بقيه المباراه بمكسب كويس، تعمل تاريخ كويس، تدي انذار كويس. الحاجه المهمه اللي عجباني النهارده في بيرسيتاو وحسين الشحات ان هم تخلوا عن الخطوط. بياخدوا الكره اللي حمدي فتحي اللي بدا يشتغل عليها حمدي فتحي من فتره، اللي هو بياخد الكره الطوليه في الجري الان تايم اللي هو في المكان الفاضي. يمكن ياسين مرياح ومحمد امين عندهم بطء شديد جدا، والكهرباء اصلا بيضمهم وبعدين ينزل تحت الكهرباء ياخد حسين الشحات وياخد حتى الهدف اللي احنا شفناه حسين الشحات لجوه. الكره اللي جت لبيرسيتاو ما وقفهاش كويس وكان واحد زقه من ورا، يمكن دي من الحاجات الابرز الحاجات اللي شفناها النهارده في النادي الاهلي. ولكن التحضير للقادم ده مهم جدا، زي ما اتكلمنا ان ممكن حمدي فتحي بقى السيناريو اللي هو عايز يعمله، مستر كولر عايز يعمل مع حمدي فتحي ايه، ممكن يشوف اللعيبه اللي هتلعب المباريات القادمه، ممكن يشوف طريقه اللعب بتاعته يطبق حاجه معينه هو عايز يشتغل عليها. ولكن في اخر الامر الاهداف اللي هو شغال عليها انك انت ما تجهدش نفسك في مباراه هي يعني بغض النظر على النتيجه في الوقت الحالي، يعني افتكر ان انت لازم تنزل تهاجم كمان وتجيب جون واثنين وثلاثه، عندك اريحيه علشان تدي رساله قويه للقادم. ولكن في الاخر احنا اهدافنا معروفه انك انت بتحضر للمرحله القادمه. صحيح. كابتن اسامه، تقدم تمناه كلنا قبل بدايه المباراه، افضليه للنادي الاهلي. شفنا هدف رائع على حسين الشحات من كره صعبه جدا وضيع اسهل منها بعد كده. صحيح. بدايه الهجمه بيرسيتاو عملها حلو قوي. صحيح. تمريره من نص الملعب كشف الرؤيه، وقلنا خط الدفاع بتاع الترجي وخاصه الاطراف بن علي وبن حميده الباكين عندهم نقاط ضعف في التمركز. حسين الشحات قطع في قلب الملعب، بيرسيتاو عمل له التمريره، استلم، هي الكره طلعت طرفت، لكن حارس المرمى اداله الاختيار ان هو يقدر يعملها برجليه من فوق حارس المرمى، وكان فيها توفيق والنادي الاهلي قدر يحرز الهدف في الدقيقه 22، توقيت مثالي قتل بيه المباراه تماما. صحيح. الكولر بين الشوطين لازم يفكر في حاجه مهمه قوي يا كابتن. النادي الاهلي خلاص. انا دلوقتي اقدر اقول لك النادي الاهلي حسم الصعود للمباراه النهائيه، متبقي 45 دقيقه، انت النهارده علشان تقول في 45 دقيقه لازم الترجي يجيب خمس اهداف، من الصعب جدا. استحاله طبعا. لازم يفكر في اول حاجه بين الشوطين دلوقتي حالا، كولر لازم يغير حمدي فتحي رقم واحد. ما يستناش دقيقه في الملعب، حمدي فتحي لازم يغير علشان ما يكلفناش انذار ثالث يغيب عن المباراه بتاعت النهائي. علي معلول بعد 10 دقائق او 15 دقيقه عندك تغييرين مهمين جدا، مروان عطيه وعلي معلول. مروان عطيه عنده انذار، لو خد انذار تاني في مباراه زي دي في شوط خلاص انت حسمته وصعدت، هيبقى في صعوبه بعد كده، وهو لعيب عندك اساسي في نص الملعب وبيلتحم كتير، فممكن ياخد بعد كده يتعطل في المباراه النهائيه. فعندك مروان عطيه وعلي معلول،
اولا عشان عنده انذار ممكن في لعبه ملهاش اي لازمه زي اللعبه اللي حصلت الحكم يديله انذار، وبالمناسبه كانت الهجمه لا تستحق انذار لكن مزلوط. الحكم تسرع فيها، فده التغيير الاولاني حمدي فتحي بعد 10 دقايق في الشوط الثاني مروان عطيه وعلي معلول. التغيير الثالث ياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم ايضا عنده انذار متولي لازم ينزل كده. مكانه علشان برضو يبقى انا مامن لعيبتي، خاصه انا خلاص انا ضمنت الصعود بنسبه 100% للمباراه النهائيه. لكن الشوط الاولاني النادي الاهلي بيلعب باريحيه تماما، بنشوف تناقل الكرات بين اللعيبه بسهوله، الانتشار موجود، ممكن تقدر تلعب وتسجل تاني، لكن الدكه لازم تشتغل بيها وتدي فرص بدايه من بين الشوطين على طول. صحيح. سيناريو الشوط الثاني يا كابتن اسامه لن يتغير كثيرا عن الشوط الاول، ولا الترجي ممكن يغير من اسلوب لعبه؟ بص، هو الترجي واضح انه زي ما قلنا عايز يطلع بشكل كويس، وما يعني ما تبقاش النتيجه كبيره عليه ويبان في قدام جماهيره وجماهيره العريضه في تونس انه حسن الصوره بتاعت المباراه الاولى. ممكن الشوط الثاني يبتدوا يهاجموا شويه اكتر، بس برضو هيحافظوا على الكتله القريبه دي من بعض، هم قريبين من بعض النهارده، بس هم في التلت او في نص ملعبهم اكتر من نص ملعب النادي الاهلي. ممكن الشوط الثاني يحاولوا شويه يظهروا بشكل هجومي اكتر خطوره من اللي عملوه الشوط الاولاني، دي فيها فرصه للنادي الاهلي انه يجيب اهداف تاني. والمهم كمان ان احنا اكيد هنشوف تغييرات الخمسه، اكيد هتبقى تباعا. مستر كولر اكيد هيغير الخمس لعيبه تباعا بقى بعد مثلا 10 دقايق ولا حاجه، بس هو المهم زي ما اتكلمنا واحنا يمكن مختلفين فيها، هو موضوع حمدي فتحي انه ما يحصلش على الانذار الثاني، دي وجهه نظري الشخصيه. كابتن اسامه يمكن قال لك ان يتمنى، كابتن اسامه حسني قال انك يتمنى ان هو من بدايه الشوط الثاني يا ريت يبقى في اراحه لحمدي فتحي. ما احنا كنا مختلفين فيها من الشوط الاولاني. احنا قلنا بعد تلت ساعه هيطلعه. لا احنا قلنا حتى من بدايه الماتش قلنا يا ريت يبقى. ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله للزياده، احنا ما بنشبعش. ولكن الحمد لله النادي الاهلي بنسبه، عشان بس الكابتن عادل ما يزعلش، 99.9 في الفاينل ان شاء الله. هنروح لفاصل نرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.